السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للفيديوهات التعليمية لبرنامج سوليد وورك، معاكم أحمد صلاح. احنا النهاردة هنتكلم ان احنا ازاي نقدر نعمل ميكانيزم حركة بسيط خالص على سوليد وورك. بمعنى انا ما عنديش الفكرة وما عنديش مقاسات وما عنديش اي حاجة وعايز اعمل ميكانيزم، ازاي اقدر افكر؟ ايه سيكونس التفكير اللي اقدر افكر فيه؟ في كذا طريقة. احنا زي ما انتم متعودين مننا على القناة ان احنا كل فكرة على الاغلب بنعملها فيديو لوحدها، فده فيديو هنتكلم فيه على طريقه بس. بس في طرق تانية غير الطريقه دي، مش معنى كده ان دي الطريقه بس اللي بتقدر تفكر فيها. لو الطريقه دي لقيتها مناسباك ومريحاك تقدر تستخدمها، لو هي مش مناسباك في طرق تانية غيرها تقدر تستخدمها. هنتكلم الاول في اننا هنعمل ميكانيزم بسيط دراع حركه. هنعمل دراع حركه بالمنظر ده. عندنا مثلا جزء ثابت هنا اللي هو العمود اللي هو الاكسيس بتاعنا، واكيد هندي له مقاسات علشان نفكر في 2 دي سكتش. فاحنا هندي مقاسات، نقول ان ده 150 مثلا، وان ده مثلا معانا 30. ادي كده اول حاجه احنا عملناها سوا. في طريقتين ان انت تفكر في الميكانيزم في السوليد، ان انت ترسم كل حاجة فولي ديفاين، يعني تيجي ترسم المربع التاني هنا فولي ديفاين اللي هو زراع الحركة التاني، ونديله علاقاته ومقاساته كل حاجة، ونيجي نقوم عاملين سنتر الدوران بتاعنا دايرة هنا مثلا، ناخد النقطة دي مع النقطة دي هنا هوريزونتال، ونيجي ندي مقاس بتاعنا ان دي مثلا سي 5، ونيجي نقوم مدين مقاس من هنا لهنا مثلا سي 10. احنا كده بقى عندنا حاجة بالمنظر ده كده. لو جينا عملنا دايرة تانية هنا بنفس المقاسات، ان هنا لهنا 10، ونيجي بعد كده ناخد النقطة دي مع النقطة دي هنا نخليها ميرج مثلا، وندي أي مقاس للدايرة دي مثلا سي 6. وفي الحالة دي احنا هنبدأ نشوف اتجاه الحركة بتاعنا عن طريق ان احنا بنعمل دراج للنقطة دي. حلو، احنا بس نسينا نقطة. جميل أوي اللي بيحصل، يعني الخطأ اللي حصل ده جميل جدا، ان احنا نسينا ان احنا ندي المسافه دي، ان احنا ندي المسافه دي وندي ريليشن للموضوع ده بحيث نبقى ضامنين كل حاجه. ونيجي نقول ان الدايره دي 6. ايه المشكله بقى؟ مفيش مشكلة، إن شاء الله هتقابلنا تاني. هنيجي نقول ده مع ده ميرج، هنيجي نحرك الدراع ده، هنلاحظ إن هو بيتحرك معانا الحركة دي، الحركة اللي أنت شايفها دي. دي طريقة. طيب في طريقة تانية، إن أنت هتيجي تعمل بلوك لكل حاجة من دول. يعني إيه هعمل بلوك لكل حاجة؟ يعني مثلا هنيجي ناخد شكل زي ده، نيجي نعمل له بلوك من هنا من تولز بلوك ميك بلوك، ونيجي ندوس اوكي. يبقى عندي بلوك بالمنظر ده، اجي ادوس كليك يمين عليه واجي اعمل سيف بلوك ليه مثلا، واجي اسميه ميكانيزم، او مثلا اي حاجه يعني ارم مثلا، واجي في الفايل الجديد بتاعي، اجي في التوب او الفرونت مش فارقه كتير، واجي هنا في البلوك اعمل انسيرت للبلوك، واجي ادخل ادور على مكان البلوك بتاعي اللي هو فين. احنا سايبناه فين؟ احنا سايبناه في الباص ده، تمام. ونيجي نقوم عاملين
بلوك ميك اسف انسيرت ونيجي ندور على البراوز بتاعنا ونيجي ندخل البراوز ده ونيجي نشوف ار فين بقى معانا هنا. ميزه البلوك ان انا مش مضطر احط ابعاد تاني، انا بس كل اللي انا مضطر اعمله ان انا ادي ريليشن بالمنظر ده بس، ده المطلوب. وبعد كده ممكن اخد البلوك ده كوبي معايا تاني في نفس الفايل واجي ادي ريليشن ما بين ده وده كونسنتريك هنا مع بعض، واجي الاحظ ان الارم معايا شغال. هيبقى ناقص بس في الريليشن دي عشان تقدر تعمل الحركه انك تدي انك تدي للدراع ده مثلا علاقه ان هو هوريزونتال مثلا، وتيجي تجرب الارم هتيجي تلاحظ ان الارم بيتحرك معاك. ده كده فكره مبسطه، الميكانيزم بسيط خالص. حلو، انت محتاج ان انت يعني تعمل لده حاجه، يعني تعمله 3D. خلاص انت استقرت على التصميم، تقدر انك تعمل اكسترود من هنا وتيجي تدوس اوكي وتيجي تدوس انتر تاني يربط لك امب اكسترود، تمام، وتيجي تختار نفس السكتش ده تاني، والمره دي هتختار الكونتور ده والكونتور ده، تمام، ونلغي الميرج ريزلت. بقى عندنا ايه؟ بقى عندنا الاثنين ارم دول بالمنظر ده، صح كده؟ يعكس بس دقيقتين. بقى عندنا الاثنين ارم بالمنظر ده. ده كده احنا فين؟ احنا كده موجودين في البارت. موجودين فين؟ في البارت. عايز تبدا تتنقل انك تحقق الميكانيزم وتشوفه في الاسمبلي، احنا هنيجي ندخل في السيف بوديز ونيجي نختار اللي هو سيف بوديز ونيجي نعلم على الاثنين دول، وكل اللي احنا هنعمله زياده ان احنا نختار براوز لكريت الاسمبلي بتاعنا اللي هو في نفس المكان، ونيجي نسمي الاسمبلي بتاعنا. بقى كده معانا فايل اسمبلي. كل اللي عليك ان انت هتيجي تعمل واحد من دول تخليه فلوت بحيث يبقى فلوت معاك، وتبدا تدي الريليشن بتاعتك لميكانيزم الحركه اللي هو من هنا لهنا، وتيجي تقول ان الاثنين دول مع بعض كونسيدنس، وبعد كده تيجي تدي ميت ما بين السطح ده والسطح ده. فبقى عندك كده دراع الحركه موجود معاك تقدر تحركه في الاسمبلي وتشوفه. وتقدر برضو انك انت لو انت حبيت انك تعمل انيميشن بسيط للحركه من موشن ستادي، كل اللي عليك في موشن ستادي ان انت طبعا الموشن محتاجين نفتحه، ان انت هتدراج الكي بتاعه الاسمبلي من فوق على عدد على عدد السوائل اللي انت محتاجها، وهتيجي تحرك عامل حركه كده وتقوم دايس كالكليت. وكده بقى عندك انيميشن بسيط في خلال دقيقتين ثلاثه من سكتش بسيط خالص انت رسمته. دي كده طريقه ازاي تفكر تعمل ميكانيزم بسيط على السوليد.